يتكاسل بالصلاة، هذا ماذا عقابه؟ أنا أتكلم عن الذي يصلي ولكن يتكاسل بالصلاة، تارة يجمع وتارة يقضي وتارة ينام وتارة وتارة، هذا عقابه الغي. قال فسوف يلقون غيا. أتعلمون ما هو الغي؟ واد في جهنم من قيح خبيث الطعم بعيد القعر، واد في جهنم، هذا الغي، من قيح خبيث الطعم بعيد القعر. قال ابن مسعود هذا الوادي، قال تستعيذ منه جهنم في كل يوم 70 مرة. لمن أعد هذا الوادي؟ لتارك الصلاة؟ لا لا، أعد لمن يصلي ولكن يتكاسل بالصلاة. أسألكم بربكم، فكيف بعقاب من لا يصلي؟ فكيف بعقاب من لا يصلي؟